مرحبا كل الجامعات. الموسم الثالث ومباراة مهمة جدا في دوري المجموعات، المجموعة الرابعة، واللي بتضم جامعة MTI وجامعة السادات وجامعة المنصورة وجامعة السويس. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة: معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. وهفكركم بالنتيجة: جامعة MTI 30 وجامعة السادات 20. جامعة السادات عندها تغيير واحد بس، محمد عبد الفتاح نزل مكان علاء السحيمي. ازيك يا محمد؟ اسلم. ازي حضرتك؟ مباراة صعبة ولا سهلة؟ لا، مباراة صعبة جدا، يعني اللي هيكسب هيفرق معاه جدا في ترتيب المجموعة والصعود لدور الثمانية. انا في رأيي اللي هيكسب هيبقى عنده امل كبير، كمان كبير جدا. اللي مش هيكسب انا رأيي الشخصي انه ودع البطولة، ده رأيي. طبعا ممكن يبقى نخش في حزبة بيرما، وارد جدا، بس مع المنصورة والسويس صعب ان شاء الله، هنشوف. وحصل عندنا تغيير في جامعة MTI، جهاد عمر نزلت مكان رودينا محمد. ازيك يا جهاد؟ الحمد لله تمام. جهاد، من كرسي الاحتياط شايف الماتش ازاي؟ هو الماتش صعب، عمال سؤال هنا وسؤال هنا كده، بس يعني ان شاء الله تمام. نرجع لماتش النهارده، واول سؤال في المعلومات العامه، اول اتنين نهال واحمد ابو الفضل، اتفضل. نهال واحمد ابو الفضل، احمد ابو الفضل ونهال، وسؤال في المعلومات العامه بعشر نقط. وإيدينا على البزر يا نهال. معلومات عامة، والسؤال هو: ما هي المنظمة العالمية التي تمنح جائزة كالينجا؟ بتمنح لمن قام بأي إسهامات في مجال تبسيط العلوم. احمد ابو الفضل، اجابتك؟ منظمه اليونسكو. من 1951 باليونسكو. اجابه صحيحه، اليونسكو الاجابه صحيحه. وكل نتيجه 40 MTI 20 جامعه السادات. ودلوقتي عندنا سؤال في الرياضه، محمد عبد الفتاح وعبد الله وليد، روح رياضيه. رياضه، والسؤال هو: ما هو المنتخب الاوروبي الذي قاده المدرب فيتوريو بوتزو؟ اتأخرت ثانية. البرتغال. موافق؟ انا كنت هقول البرتغال برضو. كنت هقول البرتغال. البرتغال اجابة خاطئة. نفسي اديك معلومات بس مش قادر. المنتخب الالماني. المنتخب الالماني اجابة خاطئة. ده أول مدرب يكسب كأس العالم مرتين ورا بعض. إيطاليا. أيوه بالظبط كده، 34 و38. المنتخب الإيطالي هي الإجابة الصحيحة. سؤال في التكنولوجيا، جهاد ودعاء. دعاء وجهاد، ازيك يا دعاء؟ الحمد لله. دعاء، أنت في رابعة تربية إن شاء الله، وعايزة مهتمة بالعمل الخيري إن شاء الله. أنا عارف أنت عايز تعمل إيه، بس عايز اسمع منك انت بتفكري ازاي. عايز اعمل زي مركز كده للتوعيه بالتربيه الايجابيه. اشرحي اكتر يعني ايه التربيه الايجابيه. التربيه الايجابيه المفروض اللي هي ازاي نطلع انسان سوي نفسيا، احتياجاته كلها مش متشبعه. الفكره العظيمه دي جات لك منين؟ انا بحب مجال علم النفس وبقرا فيه. غير كده بشوف اطفال كتير بتتاذي بتتضرب الكلام ده، فمش حابه ان ده يبقى موجود كتير. فكره عظيم، واتمنى اقدر اساعدك في مشروع عظيم زي ده ان شاء الله. ربنا يوفقك يا دعاء. يا رب. تكنولوجيا، والسؤال هو: يعد الدكتور حاتم زغلول من اوائل رواد ابتكار تقنيه الواي فاي، فما هي جنسيته بجانب المصرية؟ أمريكي. أمريكي، إجابة خاطئة. بريطاني. بريطاني، إجابة خاطئة. هي جنب أمريكا بقى.
الإجابة الصحيحة كندا. تفضلوا. السؤال الرابع والأخير، واحد لواحد، أحمد خميس وربا صابر، ربا وأحمد خميس. قدرات ذهنية، والسؤال هو حل المسألة الآتية: 45 في 7 زائد 65 في 8 زائد 15 يساوي كام؟ الوقت خلص. انتوا الاثنين وقفتوا لحظات كده معرفش ليه، يعني ابتديتوا وبعدين وقفتوا وبعد كده رجعتوا كملتوا تاني، صح؟ ده اللي حصل بالظبط. تفضلوا. الإجابة الصحيحة 850. النتيجة في نهاية الفقرة: جامعة MTI 40، جامعة سادات 20. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون أربع أسئلة: سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديهة. أربع أسئلة بـ40 نقطة تعتمد على السرعة. وأول سؤال في السينما والمسرح، والسؤال هو: فنان راحل قام بدور الكينج في فيلم سلام يا صاحبي، فمن هو؟ أحمد خميس، محمد الدفراوي. محمد الدفراوي كان بطولة مين الفيلم ده؟ عادل إمام، سعيد صالح، سوسن بدر. إخراج مين بقى؟ تبقى شاطر جدا. واللي هو مش فاكر، نادر جلال. برافو عليك، إجابة صحيحة. النتيجة 30 جامعة سادات، 40 جامعة MTI. السؤال الثاني أغاني موسيقى، والسؤال هو: من هي المطربة الراحلة صاحبة أغنية على بلد المحبوب؟ أحمد أبو فضل. أم كلثوم. جهاد مش موافقة. أنت شكلك اتلخبطت عشان هي كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي. أحمد أبو الفضل، علاج طبيعي. دخلت علاج طبيعي ليه؟ نهدي جو المباراة بقى، التوتر اللي احنا فيه ده. علاج طبيعي هو المجال الأقرب ليا يعني كنفسيا، بعيد عن اي شيء يعني. هو انا كنت حاسس ان المجال ده هو الاقرب ليا كنفسيا، فدخلته علشان انا حسيت ان انا نفسي هبقى موجود في المكان ده، هبقى كويس فيه، ناجح فيه. ربنا يوفقك يا احمد ان شاء الله. وام كلثوم اجابه ايه؟ خطا. برافو عليك، اجابه صحيحه. ايوه طبعا، ام كلثوم هي الاجابه الصحيحه. وكده النتيجه 50 MTI، 30 جامعه السادات. يا جهاد معترض ليه؟ هي ام كلثوم فعلا، اسمها كده ما ادانيش ام كلثوم خالص. برافو عليك يا احمد. السؤال الثالث لوحات ومعالم، والسؤال هو: في اي محافظه مصريه يقع متحف الخط العربي؟ اول متحف في مصر للخط العربي تم افتتاحه في 2015، اغسطس 2015. تخمينة. ما طبعا الإجابة مش عندكم، 16 ثانية. إجابتك القاهرة. قاهرة، إجابة خاطئة. محمد عبد الفتاح. إسماعيلية. إجابة خاطئة. في محرم بك بالإسكندرية، يعني لو مش القاهرة هتبقى اسكندرية، يعني الطبيعي يعني يا محمد اللي يوديك الإسماعيلية. سؤال كان سهل، سرعة البديهة، والسؤال هو: كم عدد النقاط في المقولة الآتية؟ اللي هيدوس على البصر هاخد إجابته في ثانيتها. محمد. 20. إجابة صحيحة. 20 هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا محمد، غيرت نتيجة. وبكده النتيجة 40
جامعة سادات 50 MTI. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة تحت الضغط والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 40 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 80,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 180,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية.